المسقعه اللي بالبشاميل الصيامي بتنجان مقلي، وطبعا لما نقليه نحاول نصفيه كويس قوي من الزيت عشان بس ما يبقاش حامي علينا. طماطم مبشوره، صلصه طماطم، مبيض القهوه والنشا، مكعبات المرقه، عندنا فلفل اخضر واحمر وفلفل حامي لو انتوا حابين، والبروتين اللي حطاه النهارده مع المسقعه فول صويا. خلاص ممكن نحط حبه صغيرين، دايما بقول الفول الصويا ما يبقاش كتير قوي عشان هو مفيد لما بتبقى كميته قليلة. خلاص طيب هحط هنا ايه بقى، هحط عايزة المية المغلية الاول، هحط هنا مبيض القهوة مع مكعبات مرقة الخضار، واقلبه كده، ادوبه كويس، هدوب معاه النشا بالطريقه دي، واحطه على النار لحد ما يتقل ويعمل لي صوص البشاميل الجميل. خلاص طيب هنعمل ايه بقى هنا في الطاسه اللي كان مطرحها خضار، هسبك فيها الطماطم المبشوره مع صلصه الطماطم مع حبه فلفل، ممكن نحط توم لو عايزين. خلاص اهو، وده اقلبه لحد ما يدوب خالص. هحط بس الطماطم دي كده. قلت لي البشاميل الصيامي هنعمله ازاي، هدوب 3 معالق نشا مع مبيض القهوه اللي بنحطه على القهوه وساعات على الشاي لو انتوا حابين، وبحطه كده مع ميه وافضل اقلبه لحد ما يدوب خالص. هحط له بس شويه ميه تانيين اهو، ومكعبات مرقه الخضار. خلاص كمان هعمل مكعبات مرقه خضار عشان وبردها عشان الجلاش لما يطلع اسقسقه بيها. يعني فعلا الناس كمان اللي عندها حساسيه من انواع معينه من الالبان طعمه لذيذ جدا، ما نقدرش نفرقه عن البشاميل العادي، مدي طعمه كده حلو قوي. نقول عملناه ازاي، مكعبات مرقه خضار طبعا بندوبها في ميه مغليه، وبعد كده بنحط عليها المبيض القهوه مثلا من 5 ل7 معالق عشان يدينا نتيجه حلوه، وبعد كده بحط النشا واقلب كويس قوي، وحطوا نشا بلاش دقيق، الدقيق هيكلكع ومش هيدينا نتيجه حلوه ومش هيطعم زي النشا، فهنحط نشا مكان الدقيق عشان جربته بالدقيق قبل كده على فكره مش وحش بس النشا احلى. خلاص ونحط بقى دلوقتي ملح وفلفل، عايزين تحطوا بقى بودره ثوم، تحطوا بودره بصل، بس انا شايف ان هو مش مستاهل، ممكن نحط رشه جوزه الطيب اهو، ملح وفلفل اسود، حتى الملح مش كتير عشان اوريدي فيه مكعبات المرقه. هسيبه بقى يغلي كده. خلاص وهنا الطماطم اهي ابتدت تتسبك، هحط معاها الفلفل الرومي واقلب كده، يعني لو عايزينه سبايسي شويه هحط حبه كده. خلاص اهو ماشي، وابتدي بقى ايه اعمل البشاميل. هحط طبعا الفول الصويا المنقوع اللي هو بديل اللحمه المفرومه كده كده بالطريقه دي، هحط الزبيب ماشي ونقلب، اخر حاجه بقى هحطها صلصه الطماطم. ممكن نستبدل الفول الصويا بمشروم، ممكن نعمله ساده خالص، نعمله عايزه اقول لكم بالمكسرات لوز وزبيب، بس ممكن نعملها ساده مسقعه من غير اي حاجه محشيه، هي بس بالطماطم والفلفل. اجيب بقى كده طبق المسقعه الجميل ده، اوكي احطه كده اهو، البتنجان هنحطه كده، نرص كده الايه الحاجات الحلوه دي بالطريقه دي، نعمل كده
نحط حبة جبنة بالطريقة دي. خلاص هحط البشاميل بس عايزة أسيحه بس على النار شوية. اهو كده خلاص نعمل كده البتنجان. بصوا بقى كده تدخل الفرن يا دوبك ان هي تاخد وش. خلاص شايفين جمالها حلوة جدا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.